نروح مع حضراتكم طبعا لموضوع تاني دلوقتي، وبنتكلم عن فيتامين A او فيتامين ألف زي ما هو معروف. وزارة الصحة أعلنت زيادة عدد جرعات تطعيم الأطفال بفيتامين من جرعتين لفيتامين A، وده وفقا للبروتوكول الجديد اللي أوصت به منظمة الصحة العالمية. خلونا نعرف التفاصيل، ايه هي الجرعات دي ومين اللي هياخدها، من الدكتور وائل عبد الرزاق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض. صباح الخير عليك يا دكتور. طبعا يعني فيتامين A مهم للأطفال في السن ده، العظم والعضلات والرؤية ويعني البنية كلها بتاعت الجسم، لكن عايز أعرف من حضرتك هل في سن محدد للجرعات الزيادة دي، ولا مين اللي هيحصل على هذه التطعيمات؟ صباح الخير استاذ غدير، صباح الخير استاذ حسام، وصباح الخير للساده المشاهدين جميعا. اهلا بسيادتك يا دكتور. جرعات فيتامين الف كانت في السابق كان بتاخد جرعتين اثنين بس، عند الشهر التاسع وعند الشهر ال 18. البروتوكول الجديد هيبقى بيبدا من 6 شهور وهيتكرر كل 6 شهور، وبالتالي هياخدوا 9 جرعات لغايه 54 شهر. الامهات عارفه شكل الكبسولات، هي في كبسولات اللي هي الزرقاء والحمراء. الزرقاء اللي هي 100,000 دي اللي بتتاخد عند 9 شهور في الوقت الحالي، والحمراء اللي هي بتتاخد عند 18 شهر. وبالتالي البروتوكول الجديد هيبقى عند 6 شهور ال 100,000 جرعه، 100,000 اللي هي الزرقاء برضه، والحمراء هي اللي هتبقى من بعد ال 6 شهور لغايه 54 شهر. هو التطعيم عباره عن كبسولات مش حقن يا فندم؟ هو مش تطعيم يا فندم، هو كبسوله. كبسولة ليها حلمة صغيرة بتتفتح علشان ينزل منها المحتوى بتاعها في فم الطفل. اوكي، طيب ايه اللي اكتشفناه خلانا نزود الجرعات الخاصة بفيتامين ألف للأطفال؟ يعني هل الجرعات اللي قبل كده ما كانتش كافية؟ هل في تطورات في البشر بتتطلب، أو في نظام الحياة أو اللايف ستايل تتطلب إن احنا نزود الجرعات من 2 لـ 9؟ يعني احنا بنتكلم 200% 300% من الزيادة. تمام. الزيادة كانت بناء على مراجعة البروتوكول الخاص بالدولة اللي هو معمول مع المعهد القومي للتغذية، مع مراجعة البروتوكول الخاص بمنظمة الصحة العالمية. البروتوكول الموصى به هو 9 جرعات، الحد الأدنى هو الجرعتين. لو بنتكلم على فيتامين ألف، هو واحد من الحاجات اللي بيتقال عليها الجوع الخفي. يعني إيه الجوع الخفي؟ يعني حاجات محتاجين منها كميات صغيرة جدا بيسموها المغذيات الدقيقة، مش الحاجات اللي هي الكبيره اللي هي زي النشويات والبروتينات والدهون، لكن في نفس الوقت ليها تاثير وليها اهميه كبيره جدا. طيب دكتور وائل، هل الموضوع ده ليه علاقه بالمبادره الرئاسيه لمكافحه التقزم والسمنه داخل المدارس؟ تمام. الفكره في الانيميا ان هو برضه معتمد على الحديد، وده واحد من المغذيات الدقيقه اللي احنا مش محتاجين منها كميات كبيره، فكلها داخله تحت مبادره الجوع الخفي. تمام. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي شغالين عليها ان احنا نزود الحديد في رغيف العيش. وبالتالي يوصل للناس بسهوله. فهي نفس الفكره ان احنا عايزين نوصل للاطفال، طبعا ده اهم سن اللي هيتبني عليه كل حاجه بعد كده ان شاء الله. فعايزين نوصل لهم بالحاجات المهمه اللي تقدر تساعدهم في النمو والتطور. طب يا دكتور وائل، هيوصل لهم ازاي؟ الكبسولات دي متوفره في كل المحافظات خلاص؟ متوفرة في كل الوحدات والمراكز الصحية. وزي ما بقول لحضراتكم، كل 6 شهور بيتاخد الجرعة، بيتاخد مع التطعيمات. بعد ما بتخلص التطعيمات بعد سنة ونص، بيبقى في زيارة كل 6 شهور برضو علشان تلقي الجرعات ديت وتلقي بقية الخدمات من متابعة النمو وغيره. طيب دكتور وائل، يعني الشيء بالشيء يذكر، مع كورونا الناس ابتدت تهتم بالسبلمنتس او البدائل، ومنها بدائل الفيتامينات. وفي دكاترة بتنصح ان الناس تاخد فيتامين ألف الكبسولة اللي هي لونها أصفر صغيرة بشكل دوري، فهل زيادة الاستخدام مضرة، أو زيادة تعاطي جرعات من فيتامين ألف هل هي مضرة، أم حضرتك موافق على هذه النظرية؟ سؤال مهم جدا. فيتامين ألف من الفيتامينات اللي بتتخزن في الكبد، هي من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون وبتتخزن في الكبد، وعلشان كده الجرعه بتتاخد كل 6 شهور، لان هو بيتخزن في الكبد لفتره لا تقل عن 4 وما تزيدش تقريبا عن 6 شهور. وبالتالي لو انا اخذت كميات كبيره، لا ده كده فيها ضرر. بس ال 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 الناس اصحاب النظريه دي بيقولوا ان الفيتامينات اللي هي ادك A ودي وE وسي ووتر سوليبل، بيدوبوا في المياه فبينزلوا مع البول،
فممكن ما يكونش منهم الضرر الكبير لو اتخذت الجرعات صح قبل ما تتخزن في الكبد. استاذ حضرتك بس اصحح المعلومه، هو ال A وال D وال E وال K دول في الدهون. دول فيتامينات بتدوب في الدهون وعلشان كده بتتخزن في الكبد. فتتخزن في الكبد. بتتخزن لمده ممكن توصل لست شهور. يعني معلومه انها تنزل في مجرى البول مع البول دي معلومه خاطئه تماما. دي بقيه الفيتامينات زي مثلا فيتامين سي. اوكي. فيتامين دي دول بينزلوا في البول فعلا، لكن الدهون اللي هي الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون بتتخزن في الكبد. يبقى حضرتك مع عدم اخذ اي فيتامينات الا مع المراجعه الطبيه حتى لو كان بشكل وقائي. ضروري ضروري، فيتامين ألف ممكن يسبب ضرر للكبد. وعسر هضم ومشاكل، يعني الجرعه الزياده تعمل مشاكل كبيره. تمام، وخلينا برضو يعني نتكلم على امتى الاحتياج. يعني الطبيب هو اللي هيقدر يقول للمواطن او للمريض امتى ان هو محتاج السبلمنت ده، وبالتالي ياخده هيبقى مفيد، لكن ما ياخدوش ويبقى فيه ضرر لا قدر الله. حتى الاطفال عموما يعني برضه في اولياء امور بيدوا للاطفال جرعات من الفيتامينات، اعتقد ان لكل سن في جرعه معينه من فيتامين ايه لو احنا بنتكلم على فيتامين ايه على وجه التحديد. مظبوط، وده اللي خلينا يعني نقول للناس يعني حتى لو عايز يستعمل الفيتامينات ديت يستعمل الفيتامينات بالجرعات ديت في التوقيتات دي. يعني احنا دلوقتي بندي موديل للناس كلها، اللي عايز يجي يستفيد من الخدمه اهلا وسهلا، مكانه محفوظ. اللي عايز يدي الطفل الجرعات ديت يديها له بالجرعات دي في التوقيتات دي. عظيم عظيم. طيب دكتور وائل، بما ان حضرتك برضو ذكرت وصححت لنا المعلومه ان فيتامين سي ووتر سولبل او بينزل زياداته في البول، هل الموجه اللي حاصله دلوقتي من كورونا والناس ابتدت تاخد فيتامين سي بشكل يومي تقريبا يعني بياخدوا كبسولتين يوميا، البروتوكولات الوقائيه اللي بعض الدكاتره بيوصفوها، هل ده شيء محبذ ولا منه ضرر؟ يعني برضه ما اقدرش اقول محبذ، محبذ دي لازم يبقى مبني على دراسات وابحاث علميه. برضه الكميه الكبيره لا ممكن تسبب مثلا حصوات في المسالك البوليه، فيعني لان هو كده بيعمل وسط حمض. فدي مش حاجه محبذه، يعني ما ينفعش ان انا اخد كميه كبيره من حاجه حتى لو كانت مفيده لانها هتؤدي الى الضرر. على سبيل المثال العسل مفيد لكن كتره لا مضر. كل حاجه ليها البالانس يعني الافضل انها تتاخد من مصادر طبيعيه طبعاً. شبه الموالح مثلا. طبعا طبعا افضل من انها تتاخد في شكل كبسولات. ولو هتتاخد كبسولات يبقى تحت اشراف طبيب علشان يراجع الجرعه. عظيم جدا. طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعايه الصحيه والتمريض، شكرا جزيلا ليك. ونقطه الفيتامينات دي هدير نقطه مهمه جدا طبعا، لان الناس اول ما نلاقي الدنيا بتشد تلاقي الناس كلها ايه ابتدت بقى ايه اصابات حوالينا هنبتدي ناخد يلا فيتامينات. ناخد فيتامينات وعشان نعلي المناعه ويلا، وكمان الناس اللي ممكن تكون مطلوبه في حالات معينه طبعا اشرف لكن طبيب. يعني المفروض بس يعني نسال الاطباء، احنا مشكلتنا ان احنا كل واحد هنا طبيب نفسه، كلنا بنشتغل من دماغنا ناخد فيتامينات وغير الفيتامينات الحقيقه. ف يعني احنا المهم كمان دلوقتي ان احنا نهتم قوي بالاكل ونهتم قوي بمساله الاكل الخضار والفاكهه وكل الكلام اللي ده، ناخد الاول الفيتامينات من المصادر الغذائيه المظبوطه، وبعدين لو حد محتاج فيتامينات طبعا ياخدها. لكن حاله التكالب اللي بتحصل انت تلاقي تكلم الصيدليه تقول لك ما عنديش فيتامين، الفيتامين خلص، لان الناس بتسحب موجود. الفيتامينات وتخزن الفيتامينات، فبيكون يعني شيء ملوش اي داعي الحقيقه. وبنعمل ضغط على ما فيش حاجه، انت لو سالت بقى الصيدليه اللي بعدها على طول هتلاقي الفيتامين موجود على طول.